تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أرفع إلى سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبركات وخالص الأمنيات بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يديم على سموكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والنماء وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، ودمتم سموكم بحفظ الله سالمين موفقين. ابنكم سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ببرقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، هذا نصها: صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد كان من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نطلع على برقية سموكم الكريم المهنئة لنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأنه ليطيب لنا في هذه المناسبة المباركة أن نعبر لكم عن خالص شكرنا لمشاعر سموكم النبيلة التي نعتز بها كثيرا، وأن نبادلكم التهاني داعين المولى سبحانه وتعالى أن نعيد هذه المناسبة وأمثالها عليكم وعلى وطننا الغالي وشعبنا الوفي والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء.